السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مرة تانية في قناتكم سيمبل فوديا. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنكمل جزء مهم جدا في الخامات اللي بنستخدمها أو التحليل المخاطر للخامات. طبعا هنزود واحدة، هنزود هنا زي ما إيه تعودنا المرة اللي فاتت، هنزود واحدة ثلاثة أربعة. يبقى احنا كده ايه نتكلم على طول يا جماعة، ايديك اليمين على الماوس وايديك الشمال على الكنترول والاس عشان تدوس مع بعض على طول، يعمل عملية ايه سيف للحاجة علشان ما تجيش مرة واحدة بعد انت شغال ساعات تكتشف مرة واحدة ان المعلومات كلها راحت الشر يعني. طيب المياه دلوقتي هنقول هنا ان دي نوت ابليكابل او مش موجودة او الحاجة دي يعني ايه درجة سوري مياه ايه، احنا بنتكلم دلوقتي على الهواء، انا نسيت اقول لكم احنا هنتكلم على الهواء اللي موجود في صاله الانتاج. طيب الهواء ده مهم جدا للعمليه التصنيعيه. الهواء ده عشان برضو نبقى فاهمين، في بعض الصناعات بتلاقي ان الهواء بنستخدمه جوه الصناعه يعني جوه المرحله، وفي بعض الاوقات بتلاقي ان الصناعه ما بتستخدمش هواء والهواء ده بس بيبقى محيط والباقي المنتج بيبقى في نظام مغلق، ولكن انت برضو لازم يبقى لك كنترول على الهواء لان انت مش ضامن، لان ممكن مثلا الهواء يجي على مواد من مواد التعبئه والتغليف فيبقى ده ملوثق للمنتج، مثلا على الازايز، على الغطيان بتاعت الازايز، على الخامات نفسها، الماسوره مثلا اللي بتنزل العصير جوه الازازه ممكن تلاقي حته كده في هواء، لازم يبقى في هواء علشان خاطر ما يبقاش فيه ضغط عالي، فانت لازم تبقى عامل كنترول على الهواء. تمام، فالكنترول مهم جدا، فاحنا هنا هنعمل دي كده ايه بولد عشان نبقى شغالين في حتة، او بلاش دلوقتي نبقى شغالين في حتة بس بيضة كده حلوة. طيب الخطر الفيزيائي من الهواء كلها حاجات يعني بسيطة بس مهمة، خطورة في درجة التكرار بيدينا واحد وده ضعيف ولا، ولكن لازم ببقى فاهم ايه المخاطر بتاعتي، ان يبقى فيه تلوث للهواء بالاتربة مثلا والقبور مثلا. تمام، طيب هنا الخانة دي اللي هي بتاعت الايه وسائل التحكم، عشان برضو الناس كانت بتوه مني وتقول انت بتكتب ايه يا عم. طيب ايه بقى وسائل التحكم؟ ان يبقى فيه حاجة اسمها فلاتر هواء، فلاتر لتنقية الهواء بيسموها الهيبا فلتر يعني، حتى الآن يعني الله أعلم في تكنولوجيا جديدة إن شاء الله هتظهر ولا لأ، بس اللي أنا أعرفه شخصيا إن هو الهيبا فلتر ده ده بيبقى فلتر للهواء بينقيه مش بس من ناحية الفيزيكال ولكن برضه من ناحية المايكروبيولوجيكال، يعني بيعمل زي يعني معالجة للهواء أو حاجة زي كده يعني الهيبا فلتر ده. تمام، والجزء الثاني الخاص بيا اللي هو عملية إيه بقى، تحليل الهواء. الهواء اللي بيبقى في الصالة بيتحط كده زي ميديا فترة معينة في الصالة، صالة الإنتاج، وبعدين بعد كده إخواتنا طبعا المايكروبيولوجيست فاهمين الكلام ده في المعامل بيتم تحليل الهواء، طبعا في مواصفات قياسية وفي حاجات كبيرة أوي تبع الأيزو 17000 الخاصة بالمعمل في الحتة دي. طيب نكمل بعد كده برضه هتبقى الكيميائي من الهواء، طبعا يكاد يكون حاجة بسيطة جدا جدا فطائف طبعا ولا، ولكن عامة التلوث الهواء ممكن يكون جاي من منطقة جواها مواد كيميائية فيحصل في عملية انتقال كده، فبرضو خلينا نقول ان ايه الفلاتر هي الكنترول على الحتة دي. ودي طبعا عشان واحد ممكن يقول انت ما قلتش يا عم هي ايه، دي من الحاجات العادية خالص اللي هي التحكم في المدخلات التصنيع البسيطة اللي هي بتخش تحت الطائلة الـ PRP او اللهم صل على سيدنا محمد، اللي هي المتطلبات او برامج المتطلبات المسبقه او الاساسيه خالص يعني. تمام، وطبعا البيولوجي احنا قلنا برضو نفس الكلام، هيبقى الحته دي كله زي بعضي
مفيش مشكلة. وهنا هتبقى دي زي دي بتاعة الايه البروتوكول او كله يعني عامة. يبقى احنا كده خلصنا بفضل الله سبحانه وتعالى. انت احنا بس تعبنا في اول واحدة واحنا بننشئ الجدول، بعد كده الدنيا بتمشي لوحدها يعني. فاحنا كده سريعا مراجعة سريعة، احنا اتكلمنا على البروتوكول في الخامة، واتكلمنا على المية، وبعدين اتكلمنا عن الهواء اللي موجود في صالة الإنتاج. تمام، هنكمل إن شاء الله بإذن الله. أيوه هنكمل إن شاء الله بإذن الله الفيديو الجاي الجزء الخاص بمواد التعبئة والتغليف، تمام، وأهميتها في التحكم في المخاطر على الغذاء. طبعا جزء المواد التعبئة والتغليف مهم جدا جدا جدا، فلازم له فعلا لازم له جزء خاص وشرح خاص. ان شاء الله بإذن الله نشرحه الفيديو الجاي، وحضراتكم تبقوا فاهمين كل حاجة خاصة بالجزء ده.